السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن عملة إماراتية اللي هي 1 درهم، ودي إصدار 1998 ميلادي الموافق 1419 من الهجرة. وقدامنا اللي هو العملة ده الوجه الأول ليها، بنجد ان فوق مكتوب الامارات العربية المتحدة، وتحت ترجمة ليها اللي هي مكتوب فيها يونايتد عرب امارات. وبنجد ان هذه العملة تم سكها في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. ده الوجه الأول للعملة. لو جينا للوجه الآخر للعملة، ده الوجه الآخر، الوجه الآخر للعملة، بنجد إن هو مرسوم فيه دالة اللي هي الضيافة، وده مشهورة في شارع دولة الإمارات. وتحت هذه الدالة بنجد في اللي هو تاريخ سك هذه العملة 1419 هجري 1998 ميلادي. لو جينا للمواصفات هذه العملة، بنجد ان هي مصنوعة من النحاس والنيكل. وزن القطعة الواحدة 6.5 جرام، والقطر 24 ملي متر، ويبلغ سمك القطعة الواحدة 2 ملي متر. رقم هذه العملة في سجل العملات الدولية اللي هو رقم كراوس اللي هو KM 35. بنجد ان هذه العملة معروض على بيعها على بعض المواقع، وبنجد ان افضل سعر ليها هو 50 جنيه مصري، ده معروضة في موقع امازون مصر. وانا في نهاية الفيديو انا سبت برضو صور من صفحات بعض هذه المواقع اللي بتحدد مواصفات وسعر هذه العملة أو سعر شراء هذه العملة. في نهاية الفيديو أرجو الضغط على زر لايك وسبسكرايب وعمل شير للفيديو تشجيعا لنا على تقديم فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.